for supper? Thanks. And who the hell are you? Tonight, you know. Rask. I am Khan Rahamatek, Dusrest. I checkpoint my lab. يترسل هير ماتك وهاي بس بس كيو مو كيو ها اف ايش علمنا Let me check one. What if I apologize? Trouble. Might be a trouble. So trouble? No, no. Nah. Trouble being a checkpoint. Respect that you took up the fight. Serious. Here's a job. Oh, sad for the kid. Yeah, I'm going to have to have to see. Try to صفا تظل دايس اي انا متخمط فلوسه دايس اي مو الا تقعد ببطنه يا ما بس اقدر بس اتمشى يلا راح الاشينا كاسل تقدر تقمز بالها وتدوس اف واو عجبتني رايح ما جاي ادوس كيو جيني خرب هذا زين ليش هذا دشت كان تسوني؟ نبغي نعرف زمن الاشوريين والله هم مو يا اشوريين انهم يعني انت عندك ايد بروستاتيك وبي اقراب الهوك لا عادي عنده شوت جون عنده شوت جون هاي شو كنت شو اسوي داي لو ري داي 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 لو ريجريكت ولد ما يعرف ريجريكت رزرق طيام مو سمى بالرزركشن ترك خوش اعتمات هنا أنا. انت ما راح تستخدمهم كلهن بس يعني جمعهم كل هوا مثلا هاي السيراميك شارد شغلها تطلع صوت من تشمطها فتجذب الانتباه مال الاعداء انت ما راح تستخدمها بس تستفاد من انت كمل قبل جاي اقول لك هي لعبه خطيه بس تمشي بخط مستقيم شنو؟ شنو؟ ما احسن تعاني هسه ولا بعدين نصيحتي بالحياه هاي يا انا دفتيم هذول اللي ياخذون السكيلتون كينج بكلاش رويال ليش ما يستخدموا قدرته؟ يعني انت لما جايبه؟ يا ها ها اي لك اشوف هاي ابشر هذا شنو؟ ديسبي عليهم وتقدر تسويهم شيء يسمونه باري ترى ما ادري ايش غريبه تشيل بس تسوي له باري بس تقدر تسويهم باري شو تسوي له؟ باري قبل لا يقمز عليك دس ار ما تكليك او هو يقمز عليك يعني
اسوي بعد هذا الفايز الخيالي. ايه هذا من البوس ثاني. لا هكذا لك فد 20 مرة. ها تقدر تقمز فوق الشحطة مالته مال ذا. لا لا تقدر تدوس ريجركت بس ماكو فايدة. متأكد هسه؟ ايه لا هكذا لك مرة ثانية. وصلت الريجركت مالتك. اصور رقم تحت في اللعبة هنا. ما ادري يمكن. لان مال بس ضربة واحدة على جنيتشيرو يعني شوي واقفة. سويت شات ايش قاعد تسوي تاني؟ استوت الفيز الاول. هاي الحمراء من تطلع اقمص فوق السيف مالتك. لان الحمراء معناها ما تقدر تصدها فلازم تقمص فوقها او تسوي لها دوج بالشفت. فهمت؟ مشاهدين صفر غير شاهد شنو جاب عليك بالديسكورد؟ باليوتيوب ما اقدر باليوتيوب بديلي وصوت مزعجه. تعلم ودو سكيور خاطر الله شكلك تعلم ودو سكيور. اي سيف سيف دوس ايامها هسا من تموت تعت رسم هنا. هيلني دوس رسم شنو هاي الايتم ما تقدر استفاد منها تقدر بس ما بين فايدة. شلب كيش ضعيف بهاللعبة والله. انت ما شافها بدارك سولز، انت ما شافها ببلاد بورن. مش شو من التاي اللي ترسل ترى. ما جاي دو سكيو، شلون تصد انت ما دو سكيو؟ بابا راح ابقته، راح
اشوفك ما تقدر تاخذه. أمانة انا اتذكر مرة بعرفته. شوف هاي الحمراء تقمص فوقها بعدين من تطلع حمراء فوقها. وتنتبه على سيفه، انتبه على سيفه. لا تنتبه عليه، سيفه. شوف ما لك علاقة بجسمه، شوف شلون حرك رجله، ما لك علاقة برجله. انتبه عليه سيفه. اوكي ماكو فايدة، يعني سوري بس. سوني راح انتقم. صعب. اوف وين رجعني ليش؟ ظهر متت هواي وحمضوا قالوا ها هذا ما يستاهل. صارك صدى رنك صدى من دخل ترى يعني هاي زحمة اول مرة اشوفها امانته. اول مرة اشوف هذا كاتسين ضيغة هذا الشقة ضيرام كان همين اول مرة العب قل لي اول مرة اشوف الكاسين هذي لا كاسين ابدا لا كان كان شي كيري لا حبيبي ضيرام البارحة البارحة ضفتك على ال صاحبك تمرض من قد ما تموت على الكرتون نافس مامك على الكرتون نفس الدواء ليش؟ لان كشف الطاني الاسم بالغلط شعادي بالغلط طيح شو اسمه ما شاد الوايد صاري نيت شو واكت فيه يعني اه وايد هذا يعني كتاب مفتوح كتفي هو مفتوح يعني يا ولد فاتح يا ولد يا كتفي يستاهل غبي فاتح بث منو على اليوتيوب حمودي 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 ضيغم مات هوايه لدرجه طلع له سبيشل كاتسين اول مره اشوفه رجعوا يا من السكابتشا تقدر تسوي فاست ترافل للاخر تشيك بوينت رجعوا يا من السكابتشا هاي الليل ما تخاف اي هو اول مره اشوفه لا من سموت يراك يا لا ما رجعت اي رجعت من السكابتشا شو ما اتذكر شو صار لي ساعه موت كتب بوس كتب بوس ما كتب بوس هذا هسه كاتب بس الميني بوس الاول هذا يوم شنو رايك انا اقول لك شو قصته ونخلص من السالفه كلها دوس كيو عليه صيد صيد ورا ما دفنتني قال لي صيد صيد عافيه صيد ترى يمكن متاخر يمكن ورا ما يصلت هيك الا صيد ما كيف انت ليش تمشي منه انا خرا منه برو ما عنده ما فوانس ما عنده فوانس هذا الولد ما عنده فوانس دوس داي دوس داي دوس داي دوس داي اذا لك على طريق سر الطفه ممكن افرات طريق سر شنو غلس عليهم ماركل ما يسوى لا هو اصلا موصل تشيك بوينت بس الغبي ما عرف يسوي تلبورد وين؟ دوس اي ام دوس اي ام دوس اي ام يلعب كيف؟ دوس ترافل وروح على انزل جوا انزل جوا دوسه دوسه اي دوسه انزل جوا اخر شيء دوسه والله يا مختم السكيرة وانا حمودي حمودي شوف شوف شو اسوي السكيرة كش اقمز ودوس اف اقمز ودوس اف عافية يا بوس هسا من الباب مو بوس ميني بوس هذا اللي بدات اللعبة دوس كيو دوس كيو هسا من اقول لك هذا صد صد طيب خوش ما راح ادمره اقمز اقمز عافية اضربه صد صد لا مو هيك الصد لا ضد داي الصد اقمز صد سمعها كانت صد يا تسد رايدك لك ليش ما صد لان جاي تشرب عصير يعني ما ادري لا لا ورا العصير هو برو ترى هذا تويز يا هو تويز بس اقول لك حمودي راح نتحرك غيرهم على عزيمه ضرغام ضرغام انا اول مره لعبت في التسكند ترايال سوني تلعب شو اسمه انت رئيسي
حمودي لا تلحق كلمة تختي من خطر عشانك معي دي من ضيران ضيران حمودي راه انت يضرب جنيتشر 20 مرة خليه صدق جنيتشر والله ضربه مرة واحدة لا جنيتشر بداية اللعبة ضربه مرة واحدة حمودي ضربه مرة واحدة على طول العرق تخيل يا طول ذاك يا طول تمام ايك مويز عافية اضربه وانت قامس ضرب 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 من اجلك صد صد ضرب ضرب ما لك علاقة جاي يشحن طاقة صد عافية اضرب ضيق امي اي اقمز من يطلع هذا البرتقالي اضرب 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 لا تخليه خلاص صد انتي صد 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 هاي الصوت ضايم جاي سمع لو لا يا ما جاي تسمعني انظر رام وين تطلع هاي العلامة الحمراء اي هاي الصوت اقمز صد صد اقمز صد 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 اضربك ايه كنت الفيز الاول بس اتحكم مره ثانيه ولا اقمز عافية صد شنو؟ عادي ريزركت 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 ما شنو؟ هير؟ خربيك هسه وقتها بس كيو اقمز عافية عافية صد شنو هاي؟ سوى سبع لا تلح بالضرب لا تلح بالضرب ضيوم ضربة ضربت يا نصد ما تقدر تفهم شيء راح ينيجي مطول ضرب مطول هذا ما مطول ما راح يكمل اللعبة انا متأكد حمودي تندل هذا النينجا مالت شو يسمونه قبل ليدي باترفلاي راح انزلها من السماء مره معك اول ما هاي قبل لا تقتل ليدي باترفلاي حلو نحن نودي ضيغم عليك لا قبل لا توصل ليدي باترفلاي اكو نينجا بمكان سري متعبل بالمي لا ما كاتله حمودي هذا جمبازي هاي حرفيا اقوى من ليدي باترفلاي كان لقيت الحل لقيت الحل هسه قبل ما توصل ليدي باترفلاي تحتاج لا تفضل ايش تحتاج؟ مكيري لا ما تحتاج مكيري ويا ليدي قبلها قبل هذاك اي صح 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 هذا اللي شو يسمونه خايس تقدر تكتب جاي شو ذا جاي ترجع للقاعدة ايزي ابرو جيم بلاي ابرو اي سبورت جاي يسوي سبيد ران جاي يسوي جلتش جلتش ترى قلت لك هاي سلوران شوف راح افاجئ المره نزلنا من فوق طق اسكيب بالبوس هذا حسوا صيد ابرو اي دايم هذا الصوت الصوت جاي المز ما في يعني اقمز خلاص انا قلت بوس ضيام بس افهم هاي الشغله انا متاكد ما جات تفهمها الصوت من ينضرب السيوف نوعين صوت خفيف معناه الصده ما تكذبل وصوت قوي يعني الصده ما تك مثاليه من يصير صوت مثالي معناه شنو معناه تضرب وراها من يصير صوت مثالي الي معناها تصد وراها افتهمت لان هو ما يقدر يصد لا هو اسكت شو اخذت من اللعبه يا حمود اسكت شو ما تفهم كلامي مو اسكت شو انت ما فاهم انت ما خاطر من اللعبه اه ضيغم سوى الاسكيب ضيغم صدق لا تشتغل اوه ماي جاد ضيغم زاد ما عليك ترى ماكو فايده والله ماكو فايده يعني وراك وراك لازم افوز عليه تعال 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 اشي ليش هالطي راح يوم ضربك شوفين ضيام ضيام نصيحتي إليك شو تسوي نصيحتي إليك بابا سوي له سكيب تخليه يصير لدي أجرو
بعدين ترجع تطعنه بظهره، هذا راح يسوي ايش يسمونه نص الهيلث ما تطير. هاي يسمونه تشيز. حسون يا ما احب اجيب انا حكيت لك تشب وراح تشيز ما تدبر هذا اليوم. متأكد؟ لا ما سويته. هاي المحاولة الأخيرة والله أسوي. الميكانيك ما شو يسمونه ما جت فيه. إقموز عافية. صيد. ما جاي تفتهم ما جاي تفتهم والله. صيد 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 هاي كلهن مخصصات. صيد. شوفنا بيرفكتلي تايم تصدر. كمل كمل. لأن لا تأكل تبن بجيوب وجيوب وكلش مزعج بالهاي. إذا أنت ما فاهمه. اليوم من هذا؟ هذا أصحاب الأحصان. نقمز هواي. برو أنا ثور عندي أصحاب من الأحصان. لا ثور كريسي. والله. عمودي. عندي ما أعرف أصدر. حتى هسه ما أعرف أصدر. إن شاء الله ما أصدر أصلاً هي المشكلة. بس تقدر تقمز عليه. يلا العركة. يعني بس أقمز عليه. قتلت بتشذ بالأحصان. يا عمود شلون رايك بالقرد؟ والثور الثاني سويت له تشيز. هذا الابيض؟ يمكن انا ما سويت له تشيز لان كان مكانه على حائط فكان سهل واحد يشق شيء. اي اضرب اضرب ورا الصده زينه حمود رغم ورا الصده زينه اضرب يا اخي اسدان ما رجلك 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 بس بالان بي سي خلي موت كلهم عافية اقمز ليش تستي ولك دوس كيو يا حظي خرب عيني منه مثل لا لو جارك خرب انه لو جارك اضربه اضربه لكن اليوم اتفاجئ ثاني قال قبل شوية اباوة شو انا مو بالدوام عم بالي ضارب اليوم بس طلع اطلع امو داني امين قعدت في 3 الصبح لقيتهم دازين اطلع ارتاح ادري شدك قاعد 3 من غولي انا قاعد انت بس رحمة انت قعدت؟ لا قاعدين بالخمسة قاعد شوية البيت قاعد البيت قاعدة فيها نايتي نايتي بالسحر حمود ترى وقت الصيام سحر بالخمسة بثلاثة لا ايش يسوي؟ الهيل وين؟ دوس اكس دوس اكس دوس اكس دوس اكس دوس اكس دوس اكس دوس ار هسه ما ادري طيب ما عندك جوستيك ترى زربه بالكيبورد شوف بالعكس كيبورد احسن يعني والله بالكيبورد زربه زربه بالكيبورد شوف جاي حمود بكيفك كيفك زربه بالكيبورد بالعكس هسه راح اجرب الجوستيك فيرست تراي راح اقتله لحظه خلي جوستيك شنو وين الجوستيك حمود انا كملت اللعبه على الكيبورد ما ختم في اللعبه انت ما ختم شوف درفت مع جوستيك ايش 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 ما يشتغل ما يشتغل حمود افتهم افتهم اللعبه هاي مات هذا ما بيها سبورت الجوستيك لان منزلها كلاك نزلها كلاك لان شو يسوي النسخه زبل ولك شيله خراب انه ايش قد مطي ترى حظيت افتاز دوس الكيو والله ها ما يعرف الدقمه وبعدين وبعدين اتوقع ان احد ماسكت لك الشراب اليوم ماكو ولا شيء يشتغل بس ابن عيسى ايش ولك شيء لا المشكلة لا هي اللعبة ما تتعرف عليها يعني بديش ما انا بدي ترى بس شنو مال بلاي؟ شو حمودي مشتريها؟ شنو جوستيكك شنو جوستيكك؟ قمت تستوى كابل كيبورد مالي؟ شوف هم دي مجا يقدر تطور بالقديمة ما كان يتعرف عليه تقدر تضيفها من ال
ستيم. ريت اسوي ذاك اليوم يحسوني ما صار. ما صار ضفيتها بالستيم وحطيت السيتنجز ولا لا؟ وايد بالبلوتوث مشين تسويها. لا مو بلوتوث. لا ما حشش على نياتك والله زمان. حفظ اسمع انا حتى ما اعرف هذا ما اعرف هاي شنو يعني اقدر اسوي ستريم للوبي ها الشاطئ هاي المحاولة الأخيرة لو كنت لو هلعب ونوت حسوني غير تقول لي لازم جوستيك يعني شنو لا لا ما لازم جويستيك يا قوي حمودي مختم ما حد من عندنا مختم في الجويستيك انا مختمها بجويستيك حمودي قال لي جويستيك يعني ما انا اثق بحمودي شلون سد بث اليوتيوب لحظة انزلت